يا بنت بوظت نص المحشي. يا لهوي، طب بالذمة هعمل بيهم ايه انا دول؟ بس النبي بقى خالتي، انا زهقت. زهقتي من ايه؟ زهقت من العيشه. الواد تامر رايح جاي مش عايز يقعد في حته، انا خايفه يسقط السنه دي. فلا الله ولا فالك، ما تنبوريش انت بس فيها. وفخر قلبي بيقول ان في واحده تانية. يا اختي، لا تانية ولا تالتة، ده منظر واحد شايف قدامه. انا ماليش دعوه اذا كان شايف ولا مش شايف، انا بس عايزاه يرسيني عشان اعرف راسي من رجليا. يا اختي، ما هي راسك على كتفك ورجلك بتدب في الارض زي العيال. يوبا يا خالتي، والله يا بنتي خالتك ما عادت فاهمه حاجه. الواد حاله اتبدل، كان اللي سافر بلجيكا واحد واللي رجع من ليبيا واحد تاني خالص. عامه انا هحاول اتكلم معاه. تتكلمي مع مين يا خالتي؟ لا انا مش هرخص نفسي. انت بنت هبله، ترخصي نفسك ده ايه؟ معاش ولا كان اللي يقول كده؟ انا بس يعني كده هحاول ادحلبه في الكلام. قوم مخرطي البصل وسيبك من المحشي ده. حاضر، استني بس شويه عليا. يو هيكم.